يا مساء الورد، مساء العافية والسعادة والمحبة. أبخركم إن شاء الله بالخير وبكل الأشياء اللطيفة. ربي يبعد عنكم كل العيون والحسد. شوفوا مثل ما بخر روحي أبخركم، لا عبالكم ناسيتكم لا وربي أبدا. بس ملتهية ويا الكتاكيت اللي عندي، ساعة بوس ساعة حضن ساعة واقوي ساعة نضحك، فكلش كلش يعني ملتهية، صايرة أجوائي كلش عائلية. فقلت خليني أتذكركم شوية، مسي عليكم عاد من الصبح ليها السلام، مسي عليكم، مشتاقة لكم جدا. وبنفس الوقت أستخدم منتج وقلت أذكركم به على مود أنتوا أيضا تستفادون من عنده. احكوا لي مخططاتكم على السنة الجديدة، مشاريعكم، وين تروحون وين تجون. يلا خلينا ندردش شوية، ثواني خليني أجيب المنتج ونقعد لنا قعدة زينة ونسولف أنا وياكم. إيه يا حلوات، ما دام قاعدة وما عندي شيء، اليوم حبيت أحكي لكم عن لوشن سالكس، هذا المنتج الأمريكي بصراحة اللي سبق وين حكيت لكم عنه قبل فترة. يمكن من جبت توتورة لحد الآن أنا بقيت على كل الشغلات اللي أستخدمها اللي هي خالية من أي مواد كيميائية تأذي الجنين أو الأم يعني. فأني بقيت على هذا اللاين، ما غيرت يعني، ما طلعت من مود أنه خلاص أني بعد ماكو بيبي عندي أقدر أستخدم كل شيء، لا بقيت ويا الشغلات اللي لقيت عليها بصراحة نتائج حلوة. ومن الشغلات اللي لقيت عليها نتائج حلوة اللي هو السلكس، منتج اللي هو مرخص من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والأوروبية أيضا. يقدرون يستخدموا الحوامل ويرضعون أيضا والعامة الناس. فهذا يا بنات يشتغل على شنو؟ يشتغل على بصيلة الشعر نفسها. يعني إذا كنتي مسوية ليزر أو كنتي مسوية مثلا واكس أو بالشفرة على حسب أنت شنو تستخدمين لإزالة الشعر اللي عندك، تستخدمين ويا هذا اللوشن. هذا يبطئ نمو الشعر وأيضا يخليه مثل الوظر، يعني شعر خفيف جدا بمرور الأيام. طبعا استخدامه ما أقول لك من أول أسبوع أو ثاني أسبوع أو الثالث، لا 6 أسابيع بالضبط تلتزمين على هذا المنتج، راح تلقين به نتائج نمو الشعر وأيضا يخليه مثل الوظر، يعني شعر خفيف جدا بمرور الأيام. طبعا استخدامه ما أقول لك من أول أسبوع أو ثاني أسبوع أو الثالث، لا مثل ما أنا حصلت على نتائج حلوة. شلون؟ لأنه أنا فترة الحمل أبدا أبدا ما استخدمت الليزر لأنه مو زين على البيبي ولا علي، فلذلك حسيت بالفرق. تعرفون 9 شهور يعني كفيلة جدا، فأنا استخدمته أول بداية الشهرين حصلت على نتائج حلوة، والدليل الحمد لله تمام يا ورود. هاي العلبة تكفيكم 6 أسابيع فت، يعني بالعدل 6 أسابيع تكفيكم هاي العلبة طبعا، وكميتها كلش هواية ما شاء الله. شوفوا بعد أن تكملون يعني تكملون من الليزر أو من الشفرة أو من الواكس أو من أي شيء أنتي متعودة تستخدمين، شوفي تخليه على أي منطقة بالجسم أنت رايدتها. وعلى فكرة ما يسبب لا إحمرار ولا يسوي عندك حساسية ولا تتهيج البشرة. ليش؟ لأن سبق وأن ذكرت ما بي أي مواد كيميائية تأثر على البشرة. بالإضافة لهذا كله أنه أنت تقدرين تحصلين على النتائج من تقريبا تبدي عندك من 3 إلى 4 أسبوع تحسين بفرق. أوكي؟ ومثل ما ذكرت إذا كنتي مثلا تعانين من بشرة، وبنات على فكرة هذا المنتج متوفر بأمريكا وأيضا ببقية البلدان العربية، لأنه مثل ما ذكرت هو مرخص من هيئة الغذاء والدواء. تقدرين تستخدميه على بشرتك أو أي منطقة عندك بالجسم، ماكو أي مشكلة. مثل ما قلت ما راح يسبب أي تحسس، وتقدرين أيضا بالنهار تخليه على بشرتك يعني مثل السان بلوك، وأيضا ماكو أي مشكلة. بعد شنو المعلومة اللي أردت أذكركم بيها يا عسل؟ أي قلت لكم بعد جلسات الليزر تقدرون أيضا تستخدموه، أيضا ماكو أي مشكلة. متوفر طبعا وتكفيك هاي العلبة ما شاء الله باعوا ولاية كلش كبيرة. تقدرين تستخدميه 2 مرات
باليوم، يعني الصبح وبالليل. طبعا يفضل على متحصلين على نتائج حلوة، وما حد بينا أكيد تحب كثرة الشعر بالجسم، فهذا حيل يقلل لك ظهور الشعر بالجسم، حينطيك أكيد نتائج كلش حلوة إذا استمريت. ها ملاحظة أخيرة يا كيك قبل لا أروح، هذا قبل لا تستخدميه، إذا كنتي عندك مشكلة بالغدة الدرقية أو عندك تكيس بالمبايض مبايض والغدة، إن شاء الله إذا عالجتيهم وقمتين بسلامة وتعافيتي تقدرين تستخدميه وحينطيك نتائج كلش حلوة. هسه أحط لكم أماكن المبيعات، وأكيد مثل كل مرة لا تنسون الخصم مالتي شهد الشمري حتى تجيكم فد علبة معدلة وسعرها مناسب. أحبكم يا قمر، وخلينا نتواصل مثل ما قلت، كتبولي بالتعليقات شنو مخططاتكم على السنة الجديدة، شو راح تسوون، وأني أيضا شي يصير وياي راح أكتب لكم. حبيباتي أنتم.